طيب دكتور، برضو الكالسيوم يمكن من أهم الحاجات اللي الطفل بيكون محتاجها، امتى أعرف إنه ابني عنده نقص في الكالسيوم؟ هو طبعا الكالسيوم يمكن هو أكتر اهتمام على الإطلاق بين الأمهات والآباء، دايما الكالسيوم يمكن أكتر من الحديد كمان، صح. شهرة الكالسيوم دي خطيرة قوية. طب إزاي أعرف بقى إن ابني عنده كالسيوم؟ لأن في ناس بتدي كالسيوم والطفل مش محتاج كالسيوم، وده بيسبب له ممكن مشاكل، حصوات وحاجات ملهاش لازمة. فإيه الأعراض اللي ساعتها لازم نحلل الكالسيوم الأول ونعرف إن هو عنده نقص عشان نديله كالسيوم من بره؟ أول حاجة، لو أسنان الأطفال ضعيفة وبتتكسر على طول، لو في إصفرار في الأسنان، تأخر في نمو الأسنان، طبعا أكيد ضعف العضلات وهشاشة العظام، تقوس الرجلين اللي هي مرتبط بالكساح، حاجات دي كلها علامات كالسيوم. بس برضو ما تاخديش كالسيوم لوحدك، لازم تحللي وتروح الدكتور عظام أطفال هو اللي يقرر، لأن الموضوع ما بقاش كالسيوم بس، هو بيديله كالسيوم وفيتامين دال وبيحدد الجرعات على حسب وزن وسن الطفل. يعني الكالسيوم مش من الحاجات اللي احنا نديها كده من نفسنا. برضو كمان لو في تخدير في الأصابع، تشنجات في العضلات، كل ده مرتبط بالكالسيوم. لو ضعف شديد في الأظافر وتكسر الأظافر، ده عند الكبار والأطفال مش الأطفال بس. برضو كمان لو في إغماء، لو الطفل بيجيله إغماءات كتير، الكالسيوم من ضمن الحاجات اللي بتسبب حاجة زي كده لو حصل نقص حد فيها. لو في اكتئاب وتوتر عند الطفل وعدم القدرة على التركيز، مرتبط برضو بالكالسيوم. لو في اضطرابات في الدورة الدموية، الكالسيوم مهم لعمل القلب، كالسيوم مش للعظام بس، حاجة هامة. القلب لازم يبقى قدامه كالسيوم كافي عشان يشتغل كويس. برضو كمان لو في جفاف شديد في البشرة والشعر، احنا كنا قلنا على الأوميجا 3 كده، وبرضو الكالسيوم. الكالسيوم من الحاجات اللي نقصها بيسبب جفاف في البشرة والشعر. كمان لو في زغللة في العين وضعف في الرؤية، الموضوع مش فيتامين ألف بس، لا برضو الكالسيوم داخل. الكالسيوم بيدخل في كل حاجة، زيه زي فيتامين دال، بتلاقيه داخل في كل حاجة. بس يعني نصيحتنا، اهتموا بالأكلات اللي فيها كالسيوم، ما تاخدوش كالسيوم كمكمل غذائي إلا بإشراف الطبيب.